يختتم اليوم دور الذهاب من الدور الممتاز لكرة اليد بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي بعد قليل العربي مع السالمية في وفي السادسة مساء يلعب كاظم مع بورغان، وفي السابعة والنصف يلتقي الكويت بالقادسية، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضية. وتعتبر مباراة القادسية والكويت هي الأبرز اليوم نظرا لطموح الكويت المتصدر ب 32 نقطة في الابتعاد خطوة إضافية بقمة الدوري والقضاء على طموحات أقرب مطارديه القادسية الثانية ب 27 نقطة والطامح على المحافظة على موقعه.